بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا ميوزيوم جايد مرشد متحف، وهيستوري ميوزيوم متحف للتاريخ، سينشري يعني قرن، عالم آثار يعني أركولوجيست، فيميل يعني مؤنث أو أنثوي، وابروكسيميتلي تقريبا، ونيرلي يعني ابروكسيميتلي بالضبط، تقريبا exactly بالضبط، و maybe يعني ربما، wheat يعني القمح، pot يعني الصيص أو قدر، الصيص اللي هو بتاع الزهور ده اللي بتحط فيه الزهور، وطاسة أو مقلاة اللي هي pan، والشوربة يعني سوب، وعلبة معدنية يعني tin، وخشبي يعني وودن. عندنا وينجز يعني أجنحة، نيك يعني رقبة، جراس يعني حشائش، انسكت يعني حشرة، سانلايت ضوء الشمس، كونكلوجن يعني خاتمة، دروينجز يعني رسومات، انكلودينج يعني متضمنا أو مشتملا على، سربرايز يذهل أو يدهش، واي يعني يزن، بوش يدفع للأمام، ملت يعني يذوب، بلانت يعني يزرع أو نبات، وبروتكت يعني يحمي. انزل بالصفحة كده يا باسل. باسل أيوه. عندنا صغير الزرافة اللي هو جراف ايه كده، سبيلينج مش واضح، قول كده يا باسل. بيبي جيراف فين؟ بيبي جيراف اللي هو صغير الزرافة، كروكودايل تمساح، وشيب يعني خروف أو أغنام، زبرا الحمار الوحشي، بوي لاين ذكر الأسد، جيرل لاين أنثى الأسد، هيبو يعني فرس النهر، وجمعها هيبوز، واخد بالك، وبيتروسور اللي هو قصدي تيراسور اللي هو نوع من الديناصورات المجنحة اسمه تيراسور. خلاص طيب، سكند بيج. سمعنا محمد ابو السيف انت وعبده وعمر. سمعني يا مستر، سمعي. طيب تمام. يصطاد الحيوانات كاتش انيمالز، يظل دافئا كيب وارم، يربي اغناب كيب شيب، يخيط أو يصنع ملابس سيو كلوذس أو ميك كلوذس، يشعل نار ميك فاير، with their mouths open وأفواههم مفتوحة، what if ماذا أيضا، push themselves off يدفعون أنفسهم، يزق بعض يعني، و move around ينتقل حول، places around the world أماكن حول العالم، at the beginning of يعني في البداية، look for food يبحث عن الطعام، different from مختلف عن، move from place to place يتحرك من مكان إلى مكان، in around 8000 BCE في حوالي 8000 قبل الميلاد، in different places في أماكن مختلفة، make out of make وبعدين شيء وبعدين out of، يعني عايزين نقول مثلا يصنع الشنط من الجلد يبقى make bags out of leather مثلا. طيب يسير لمدة تصل إلى walk for up to welcome to مرحبا في أو مرحبا بي، by rivers بجوار الأنهار، on the beach على الشاطئ، هم حروف الجر دي by rivers و on the beach. عندي اختلافات ما بين الكلمات سوب وسوب، متشابهين في النطق مختلفين في السبيلينج. سوب اس او يو بي دي معناها شوربه، اس او اي بي صابونه، سكن يعني جلد واخد بالك او بشره، انما ليذر جلد مدبوغ. ايه الجلد المدبوغ؟ اللي هو الجلد اللي بتصنع يتعمل منه شنط وحزمه وحاجات من دي. ماوث يعني فم،
وماوس يعني فار أو فارة الكمبيوتر، فار حيوان الفار أو فارة الكمبيوتر، سيو يعني خيط، وسو يعني رأى أو منشار، فعل بمعنى رأى واسم بمعنى منشار. هات يعني كوخ، هات يعني قبعة، كيف يعني كهف، وكي كافيه يعني مقهى، سيو سود سون، بيجن بيجان بيجن، كيب كبت كبت، هت هت هت. دي الريجولار فيربس، افعال غير منتظم. ماشي يا باشا. التصوير طيب. language functions، عندما يكون الاسم تكوين الاسم من بعض الأفعال، أحيانا يكون الاسم له نفس شكل الفعل، وأحيانا نحتاج أن نضيف نهاية، مقطع في النهاية suffix ليكون الاسم. cause يعني يسبب، وهي نفسها cause يعني سبب. hit يعني يصدم، وهي نفسها ضربة يعني hit. noun و verb، began أو begin يبدأ، beginning بداية. احتاجنا نحط suffix اللي هو ing، build يبني، و building مبنى أو بناء. تمام. طيب الفرق ما بين start و begin. start بيجي بعدها فعل في ing أو to والمصدر. We are not sure exactly when people started living on earth. مش متأكدين بالضبط متى بدأ الناس في الحياة على الأرض. We were walking outside when it started to rain. نحن كنا نمشي خارجا عندما بدأ الجو يمطر. خلاص؟ طيب في حالة أن جاء الفعل start في زمن مستمر، يتبعه to المصدر فقط. يعني لو فعل start نفسه، يا محمد أبو السيف أنت وعمر وعبودة وباسل، لو الفعل start نفسه في ing لازم يجي بعد منه to المصدر. أهو look it's starting to rain، ما قولش it's starting raining، غلط، it's starting to rain. خلاص؟ تمام. لاحظ أن الفعل start يمكن أن يستخدم بمعنى يبدأ الرحلة. تعال نشوف كده. We decided to start the journey next week. ممكن يعني يقصد يقول لي إيه؟ start بيجي بعدها كلمة journey يعني يبدأ الرحلة. خلاص؟ لاحظ أن الفعل start يمكن أن يستخدم بمعنى يشغل آلة. يشغل آلة. Start the engine يعني شغل الموتور please. Start the engine please يعني شغل الموتور من فضلك. طيب begin began begun بيجي بعدها فعل في ing أو to المصدر برضو معنى يبدأ. They began to build huts to live in. They began talking when they saw Ali. هي تساوي start في نفس المعنى، وبرضو يمكن ان هي يجي بعدها فعل في ing او to والمصدر، لكن start بيتزيد عنها. لو start نفسها جت فيها ing لازم يتبعها to والمصدر. خلاص. طيب help يعني يساعد. help يعني يساعد. help بيجي بعدها مفعول والinfinitive او to والمصدر. تعال نشوف. I always help my sister. أنا دائما أساعد أختي. Do her homework أو to do her homework. دي صح ودي صح. خلاص يا شباب؟ يبقى دي صح ودي صح. إما أقول do أو أقول to do. إنما تقول لي doing أقول لك لا. خلاص؟ help ممكن يجي بعدها مفعول وحرف جر زي with
أو in ثم noun. يعني dad always helps us with our homework أو in our homework. خلاص يا شباب. The first أو the second وبيجي بعدها to والمصدر. In around 1850 في حوالي عام 1850 a scientist called Louis Agassiz was the first person to study the ice age carefully. بحلول عام 1850 كان في عالم اسمه لويس أجاسيز كان أول واحد يدرس العصر الجليدي بعناية. خلاص يا شباب؟ طيب ماشي اعمل يا باشا. لا ديت لا هات الأسئلة على طول. الأسئلة؟ أنا ما صورتهاش. طيب عبود ممكن تعمل شير؟ هي صعبة مستر عشان أنا على اللابتوب دلوقتي. محمد لو تقدر تعملها. محمد أبو السيف تعرف تعمل شير؟ أوكي ثانية أصورها. ماشي. اوكي ايوه برافو علي. طيب نمسك اول واحده عمر. عمر يلا ريد نمبر 1. هيبقى عندنا الزنوات ايج ووز اباوت 8000 years ago ستون ستون ايج ايوه العصر الحجري. طيب رقم 2 محمد ابو السيف. ايوه استاذ ريد رقم 2. نقط is important because it gives us food to eat. Farming. Farming is important because it gives us food to eat. Excellent. طيب عبودة. هتبقى the fishermen keep their equipment in small wooden nut on the beach. Huts. Huts. Excellent. Basil number 4. In ancient times, boots and pants were made out of. تبقى كلي. كلي. ايوه في العصور القديمه الاواني والمواعين كانت تصنع من الصلصال اللي هو الفخار يعني. تمام. طيب رقم 5 عمر الدين. هيبقى ايه؟ ياسين. ياسين ياسين stopped and rested. Rested in the in a nut when he was climbing climbing the mountain. As this mountain, I was mountain. الياسين توقف وارتاح في نقط عندما كان يتسلق الجبل. ارتاح في هو مش كيف يعني. أيوة كيف في كهف. لان فلات يعني شقه وهوتل يعني فندق وفيلا يعني فيلا انما كيف يعني كهف. طالما في جبل وهو بيتسلق الجبل اثناء التسلق يبقى كهف صح ولا لا؟ طيب رقم اللي هو تشوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي. يلا عبد الهادر نمبر 1. تبقى the last note of the book was boring but the end was very exciting. The beginning of the book was boring. برافو عليك. اللي هي بداية الكتاب كانت مملة لكن النهاية كانت شيقة. اوكي نمبر 2 محمد ابو السيف. Not our hard but that are inside our but bones. Not our hard parts
that are inside our bones. Bones. أيوه برافو عليك. اللي هي العظام هي أجزاء صلبة توجد داخل أجسادنا. برافو عليك. طب رقم 3 يا عبودة. أنا مين؟ أنا. بس أيوه قول يا بس. رجعت أنا محمد أبو السيف. عندنا محمد أبو السيف. ثانية هي. أوكي يلا بس. أنا أشلقي. أنا أشلقي أشلو جست أشلو جست. أركيولوجيست. أركيولوجيست أيوه. عالم الآثار هو اللي بيدرس الأشياء اللي بتاع الماضي. طيب عمر. عمر رقم 4. رقم scientist think that a meteorite not the earth many years ago hit. العلماء يعتقدون أن نيزك ضرب الأرض قبل سنين كثيرة. طيب رقم 5 عبودة. The farmers in my village grow not the herbs to make bread. Wheat. القمح. اللي هي wheat اللي هي القمح. اوكي. شيرة محمد ابو الشيف. اوكي من اللي على الدور باسل. انا تقريبا محمد ابو السيف. طيب تفضل محمد. People have used not to make up for hundreds of years. People use sticks. الناس استخدمت ايه عشان تعمل فناجين for hundreds of years لمده مئات السنين؟ الكلي. كلي اللي هو الفخار او الصلصال. واخد بالك يا محمد؟ اوكي؟ ستيكس دي عن العصيان العصا. تمام؟ مالهاش دعوه خالص بالكوبايات والفناجين والحاجات دي. رقم 7 يا باشا. People started not in around 8000 BCE. Farming. الناس بدأت الزراعة قبل 8000 سنة تقريبا قبل الميلاد. أصل منطقيا الناس بدأت الأكل معروف من أول يوم سيدنا آدم نزل فيه وكان بياكل. ميلتينج الذوبان الناس بدأت تدوب ما مش منطقية خالص. إرابتينج يعني الانفجار برضه مش منطقية خالص. الوحيدة اللي منطقية هي فارمينج. أوكي؟ طب رقم 8 عمر الدين. People use the animal not to make their clothes. هيبقى سكن. ايوه الناس بدأت تستخدم جلود الحيوانات لتصنع الملابس. اوكي. طب عندنا language functions الوظائف اللغوية يا شباب. Giving dates you are not sure of. اعطاء التواريخ اللي انت مش متأكد منها. هتقول جملة وأباوت. أباوت يعني في حوالي ونقط أبو منذ حوالي. يعني مثلا dinosaurs lived about 65 million years ago. بنستخدم أباوت وأجو. برضو maybe وأجو. We think that people first lived maybe 250,000 years ago. 250,000 سنة. طيب almost و ago برضو و in around. In around و برضو approximately و it was perhaps when. انزل كده محمد سيف. It was perhaps when. طيب اعمل شير للصفحة التانية بتاع الأسئلة. استاذ محلول عادي ولا باسل تعرف تعمل شير ولا انت ما عادش تعرف تعمل شير؟ لا ما اقدرش. طب عمر تعرف تعمل شير؟
طب لحظة، طيب هحاول. خلاص خلاص يا عمر. عرفت مليوني ولا؟ ايوه يا عمر. ماشي، بص، 8 5 3 5 2 6. انت داخل من جهاز ثاني يا عمر صح؟ اوكي ماشي، شكرا يا عمر. بقول لي write what would you say in each of the following situations. Your friend، مين اللي على الدور يا شباب؟ عمر؟ يا عمر الو. ماشي ماشي، هيبقى عندنا your friend asks you when your father was born. You are sure but you give an answer. مثلا he born in اي وقت. ما لا ماشي اي وقت، بس هتقول لي ايه about وago. يعني مثلا نفترض ان باباك عنده 50 سنة مثلا، فهنقول ايه؟ هي ماي بي، او هنقول ايه؟ ماي بي هي واز بورن 50 او اباوت 50 years ago. ماي بي او ممكن تقول ايه؟ هي واز بورن اباوت 50 years ago. تمام. طيب رقم 2 محمد سيف. تمام.
your cousin asks you when your school was built. هنقول in my in around 20 years ago my school was built. اوكي برافو عليك. طب رقم 3 عبود. تبقى your teacher asks you for the age of the oldest port of Cairo. Your teacher asks you for the age of the oldest part of Cairo. ماشي. يعني صديقك أو المدرس قصدي المدرس بيسألك عن أقدم أحياء القاهرة. مثلا it is about 200 years ago. About 200 years ago. Maybe أو in around أو around بس 200 years ago. ماشي. طيب رقم 4 يا باسل. Your teacher asks you when the pyramids were built. 100 years ago. مدرسك بيسألك متى بنيت الأهرامات. الأهرامات يعني تقريبا من 5000 سنة ولا حاجة. هتقول they were built around 5000 years ago. هتقول له pyramids were built about 5000 years ago. تمام؟ طيب يا عمر سمعني؟ ايوه سامع. اعمل شير للصفحة الثانية، اعمل شير للصفحة الثانية. ماشي. اوكي. تعال نحل الاختيارات. طيب عمر. Number one. When we bought ice outside the freezer, it not have boys. قصدي melts. Melts. عندما نضع التلج خارج الفريزر فإنه يذوب. Melts. طيب number two محمد أبو الشيف. أيوه. Number two. اللي في الشوز بريتنس صح؟ الشوز؟ no. ما نقرا ايوه التشوز ايوه سرسيس 2 نقط has become better in Egypt recently. We have got a lot of crops. Farming has become better in Egypt. Yes, farming has become better in Egypt recently. الزراعة تحسنت في مصر حديثا. عندنا محاصيل كتير أو كويس. Number three عبودة. Did dinosaurs live at the same time as people? تبقى at ولا on ولا off ولا out at. برافو عليك. Number four باسل. Tomorrow's lesson will not at half past ten. Will begin. Tomorrow. Will begin. Tomorrow's lesson will begin at half. تمام برافو عليك. Number five. يا عمر. Number five عمر. To keep themselves warm, people learn to make fire. To make fire. تمام. نمبر 6 يا محمد ابو السيف. تمام. تبقى we were afraid when we saw a truck. نقط اكار yesterday. Build اكار yesterday. هت يا محمد. احنا كنا خايفين عندما راينا شاحنه تصدم سياره امس. عرفت؟ فهمت؟ محمد سيف. طيب كده تمام يا شباب، كده خلصنا الاجتماع كده وقت خلص.
أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. فهمتوا يا شباب الدرس؟ إن شاء الله. آه يا نصر تمام. طيب أي خدمة أو أي